خلفيه احواض اسماك الزينه بنشوف ناس كتيره جدا جدا بتجيب خلفيات اللي هي مليانه اشجار ومليانه يعني اشكال غريبه كده، يعني بتعمل زحمه جدا في الحوض بتاعك. افضل خلفيه ممكن تجيبها لحوض سمك الزينه هي الخلفيه الزرقاء او السوداء. زي ما انت شايف دي خلفيه زرقاء وفي نفس الوقت سوداء، هي دبل فيس، جايبها من سوق الجمعه، المتر بتاعها ب 30 جنيه. دي انا شايفها مميزه جدا لان عندك اللونين اللي انت عايزهم، يا اما انت تحط الخلفيه بتاعتك تخليها زرقاء او تخليها سوداء. الخلفيه الزرقاء او السوداء بتبين الوان اسماك الزينه بتاعتك جدا وبتظهرها جدا، بدل ما يبقى عندك زحمه في الحوض وشايف يعني اشكال شجر واشكال حاجات، بتاخد عينك او عين اللي بيتفرج ما بياخدش باله من السمك بتاعه او السمك اللي موجود في الحوض او ما بقاش مستمتع بيه قوي. انما بتحط الخلفيه زرقاء او سوداء بتعكس الوان اسماك الزينه بتاعتك جدا وبتخلي شكلها جميل وبتبقى مستمتع بالحوض بتاعك. في منها قلنا النوع دوت اللي هو في دبل فيس بيبقى موجود زي ما انت شايفه وبتلزقه بلزقه عادي خالص. في نوع تاني اللي هو الستيكر، بتجيب ده وبتفك الستيكر بتاعه، بتفك الستيكر بتاعه وبتلزقه في ظهر الحوض بتاعك. انت اللي تقدر تجيبه يا ده او ده، اللي متوفر معاك تجيبه، بس انا شايف النوع ده كويس جدا وسهل جدا في التركيب ومفيش اي مشكله بالنسبه لنا. وهنبدا مع بعض بقى نركب الخلفيه بتاعت الحوض عشان ما اطولش عليكم الفيديو لان في لسه تفاصيل كتير معانا، ويلا بينا. الحوض بتاعي انا 70 سنتي، قلبت الحوض بحيث اني خليت الظهر بتاع الحوض لفوق عشان اركب الخلفيه بتاعتي. انا عايز اخلي الخلفيه زرقاء، يبقى هخلي الزرقاء هي اللي جوه كده، وهلزق بلزق السولوتيب العادي خالص. ده النوع قلنا اللي هو بيتلزق بلزق اللي هو الايه السولوتيب العادي. في النوع الثاني زي ما اتفقنا ده بيتلزق هو في اصلا لزق منه فيه. معلش الفيديو بتاعنا هيبقى طويل شويه، بس احنا عايزين نعرفكم كل التفاصيل الممكنه عشان الاسئله دي بتجيلنا كتير، ازاي ازاي ازاي. فاحنا هنخليكم تبقى على يعني على بينه بكل حاجه احنا بنعملها، وهتلاقي نفسك كل حاجه بعد كده بقت سهله بالنسبه لك في احواض اسماك الزينه، واسئلتك هتقل كتير لانك هتوصل لكل حاجه انت عايزها معانا ان شاء الله. وادي يا سيدي الحوض بتاعنا بعد ما ركبنا الخلفيه بتاعتنا، شايف الشياكه والجمال ده كده؟ افضل كتير من ان انت تعمل زي ما اتفقنا الخلفيه اللي هي كلها شجر وحاجات كتيره كده تخليك مش شايف السمك بتاعك اصلا.